هذا وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الدكتور بدر عادل، أستاذ القانون العام المساعد بجامعة البحرين. دكتور، بداية نرحب بك، ويعني أين يضع قانون العقوبات البديلة مملكة البحرين، خصوصا وأنه يعني صار موضع تطبيق فعلي الآن في المملكة؟ يمسيك بالخير أخي حسين، ومسي عليك وعلى جميع المشاهدين والمستمعين الكرام. وبداية نهني قيادتنا وشعابنا بمناسبة الأعياد مملكتنا الحبيبة، وعيد جلوس سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى. بداية هذا التوجيه، توجيه الملكي السامي لتطبيق قانون العقوبات البديلة على 530 نزيلا ممن قضوا نصف المدة، هذا يأتي إلى حرص والتوجهات الملكية السامية لملك البلاد المفدى على تعزيز مكانة الإنسان بشكل عام والإنسان البحريني بشكل خاص، واحترام وخلق روح للمواطنة للمساهمة لهذه الفئات من المجتمع في الحفظ، في المساعدة على حفظ والأمن والسلام الاجتماعي. فضلا عن ذلك، فإن التوجهات السامية تكرس دعائم الأسرة البحرينية، والهدف هو الإصلاح المحكوم بما يتلائم مع طبيعة الجريمة ودون المساس بحقوق المجني عليهم والمتضررين بما فيهم، بما في باعتبار أحد العقوبات البديلة تدبيرا ناجحا وإرساء سليم لمبادئ العدالة الناجزة في سبيل محاربة الجريمة. دكتور، هناك الكثير من المعاني الحضارية وأيضا الأهداف المجتمعية التي يحملها قانون العقوبات البديلة، كيف ترى كحقوقي تحقيق هذه الأهداف، خصوصا ونحن نحتفل بمناسبة أعيادنا الوطنية المجيدة؟ طبعا أخوي أستاذ حسين، يعني اليوم النظرة للسجين ليس هو فقط شخص ارتكب خطأ في المجتمع أو جرم يجب أن يعاقب عليه، بل السجين أصبح اليوم جزءا من المجتمع، يجب عملية إدماجه في المجتمع، هو شكل من الأشكال الأساسية التي تقع على عاتق الدولة وليس تطبيق العقوبة فقط. فلذلك السجين اليوم هو يجب أن يخرج وينخرط في المجتمع عن طريق البرامج الإصلاحية التي تقدمها لها الدولة، ويأتي بذلك قانون العقوبات البديلة كجهة من هذه الأمور لتحدد وتحدد مساره حتى بعد خروجه، وليس الهدف منه بس القضاء عقوبة والخروج بعد ذلك اصطدام، خصوصا إذا قضى مدة طويلة واصطدام بعد ذلك بالمجتمع، فيجب تهيئته والخروج إلى المجتمع بشكل سليم باعتباره جزءا أيضا من المجتمع. إذن دكتور بدر عادل، أستاذ القانون العام المساعد بجامعة البحرين، شكرا جزيلا لك.